السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مبدعين. أنا أسامة فتحي وأنت بتتفرج على أسامة كرياتيف أكاديمي. الفيديو ده مش جديد وتم نشره على قناتي القديمة OSA Drawing، وللأسف اليوتيوب حذف القناة بالكامل ومعاها جميع الفيديوهات. معظم الفيديوهات اللي اتحذفت للأسف مش موجودة عندي على الهارد، لكن هحاول أنشر الفيديوهات اللي قدرت أسترجعها، وتقريبا لا يتجاوز عددهم 10 فيديوهات. فاتمنى ان انتوا تستمتعوا بالفيديو، وده بناء على طلبكم ان انا انشر الفيديوهات القديمة. الفيديوهات موجهة لمستوى مبتدئ او يمكن اقل كمان من المبتدئ في مجال الرسم، وان شاء الله بعد كده هتلاقي في القناة، وبالفعل هو موجود اصلا على القناة، فيديوهات موجهة للمحترفين وكورسات كاملة. لو انت اول مرة تتفرج على قناة اسامة كرياتيف اكاديمي، فانا انصحك انك تنضم وتكون واحد من المبدعين، سواء في مجال الرسم او الجرافيك او العمارة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.